أن يسأل عن حكم الوضوء بماء زمزم، لا بأس بالوضوء من ماء زمزم، ولكن الفقهاء يكرهون الاستنجاء به وغسل النجاسة به لأنه ماء شريف فلا يمتهن بغسل النجاسة. أما الوضوء فلا بأس، لكن ما يفعله كثير من الناس الآن يتوضؤون من أزيار الشرب، هذا ما يجوز، لأن هذه الأزيار إنما جعلت للشراب ما جعلت للوضوء. الوضوء له أمكنة، له دورات مياه عن جوانب الحرم، أما الماء المجعول في هذه البراميل أو هذه هذا للشرب ما جعل للوضوء. أيضا يوسخ المسجد، يوسخ المسجد في الماء، فلا يجوز هذا. يطلع يا أخي للدورات المياه ويتوضأ. نعم.